كيف ترى ملف التنظيف في الباصة بعد وضع خطتكم الجديدة والمباشرة اللي كان فيها يعني إن شاء الله أنه يكون بمستوى الطموح، لكنه بعد يحتاج أكثر من هذا الموضوع. إن شاء الله لدينا آليات تعاقدت عليها محافظة البصرة للبلديات، هذه الآليات ستكون هي الأولى من نوعها في العراق، ويعني ممكن تساهم لكي تكون البصرة أجمل وأنظف. عندنا مبادرة ممكن طرحت من قبل بلدية البصرة ومحافظة البصرة، قبل أيام أعلنت عنها، أنه لدينا 100,000 شتلة في مشاتل محافظة البصرة ستوزع إلى طلاب المدارس للمساهمة بزراعة هذه الشتلات لتشجيع الطلبة على الزراعة والاهتمام بالبيئة. شكرا.